مميزات مخفية على واجهة سامسونج الجديدة One UI 2.5. خلونا نتعرف عليها هذا اليوم، وبداية أتمنى منكم دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أهلا بكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعين الكرام. اليوم حنقدم لكم مجموعة مميزات مخفية بتحديث واجهة سامسونج الجديد One UI 2.5. الهاتف اللي أمامكم هو النوت 20 Ultra واللي يجي مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 2.5، وتقدرون أكيد تستفادون من هذه المميزات على أي هاتف آخر يعمل بهذه الواجهة. للتنويه أيضا، واجهة One UI 2.5 حتوصل بتحديث هوائي جديد قريبا لكثير من أجهزة سامسونج مثل سلسلة S10 والS20 والNote 10 وحتى Note 9 والS9. الميزة الأولى متعلقة بتطبيق الكاميرا الرسمي على الهاتف، وبالماضي قبل واجهة One UI 2.5 كان من تنتقل من مود إلى مود، مثلا من الصور إلى الفيديو، كان يحصل اهتزاز أو vibration حتى يخليك تعرف أنك سويت شيء مختلف، يعني تحركت حركة معينة. وطبعا هذا ايضا ياخذ من طاقة البطارية بعض الشيء، فالان صار بالامكان اطفاء الاهتزاز اللي موجود بتطبيق الكاميرا او disable the camera app touch vibration، ونقدر نطفي حتى الاهتزاز المتعلق باخذ الصور والتقاطها. فقط تحتاج انه تضغط على الاعدادات وننزل الى اسفل القائمة، ومنا نلغي تفعيل اهتزاز اللمس او touch vibrations، وهذا حيقتل كل الاهتزاز أو الفايبريشن اللي كان موجود سابقاً بتطبيق الكاميرا، وبهذا حتوفر المزيد من طاقة البطارية. الميزة الثانية هي بالحقيقة مو مخفية بصورة فعلية، وخلوني أبين لكم اللي أتكلم عنه، واللي هي قائمة جديدة صارت الآن متوفرة على تطبيق الكاميرا، وهو هذا الخيار Settings to Keep، وهو الضبط للحفظ. فإذا دخلنا حنشوف خيارات إضافية بصورة مختصرة. إذا عملت فت سيتنج أو ضبط معين بتطبيق الكاميرا، ممكن الآن حفظه وماكو حاجة إلى عمل هذا الضبط كل مرة تحتاجه، خصوصا إذا كنت تستعمل هذا الضبط بصورة متكررة. فعلى سبيل المثال، إذا فعلنا الكاميرا مود ورجعنا إلى تطبيق الكاميرا وحولنا إلى الفيديو مود، الآن إذا طلعنا مثلا من تطبيق الكاميرا ودخلنا من جديد، حنشوف أنه ينفتح التطبيق على المود اللي طلعنا منه واللي هو مود الفيديو، فهذا متعلق بالكاميرا مود. أما خيار السيلفي أنجل أو زاوية السيلفي، فمثلا الآن إذا دخلنا على الكاميرا السيلفي حنشوف موجودة ويانا زاويتين للالتقاط، الوايد أنجل العريضة والمور نارو أنجل الضيقة. فإذا فعلنا خيار السيلفي أنجل حيتذكر التطبيق أيضا الزاوية اللي كنت عليها مسبقا بالكاميرا السيلفي، وحيطلعها إلك بدخولك الجديد لتطبيق الكاميرا. أما الخيار الثالث الفلترز، فيعني إذا كنت على فلتر معين بالكاميرا حيثبتك عليه، وبالمرة القادمة اللي تدخل على الكاميرا يظهر لك نفس الفلتر المستخدم سابقا، فتقدر بهذه الإعدادات ضبط اللي تفضل واللي يهمك. طبعا الميزة التالية متعلقة بتطبيق الملاحظات من سامسونج النوتس أبليكيشن، فإذا دخلنا على تطبيق الملاحظات واختارينا القائمة وبعد ذلك الضبط، انتقل إلى أسفل القائمة حنشوف هنا خيار جديد هو الهاند رايتنج لانجويج، لغة الكتابة اليدوية. إذا ضغطنا عليه حنشوف مجموعة لغات متوفرة بالقائمة، وتقدر أيضا تضيف إذا يعجبك أي لغة تسوي لها داونلود، حتى العربية نشوفها موجودة هنا أيضا. فالآن لو كتبنا شيء على التطبيق سواء بالقلم أو بإصبعنا، فالهاتف بالحقيقة حيميز اللغة اللي نكتب بيها، وهذا يعني أنه تمييز لغات الكتابة على الهاتف مختص فقط باللغة الإنجليزية، بل يشمل هواية لغات، وهذا مفيد بصورة مؤكدة لكثير من المستخدمين وحسب لغاتهم. فتقدر بكل الأحوال بعد الانتهاء ترجع إلى اللغة اللي تفضل وتكتب دائما بها سواء العربية أو الإنجليزية، يعني هذه الميزة أنك لما تكتب بخط اليد راح يقدر يحوله مباشرة إلى نص مفهوم بنفس اللغة اللي كتبتها. الميزة التالية متعلقة بالمالتي تاكسينج أو المزايا المتعددة. إذا كانت مثلا النوافذ مفتوحة، تضغط على نافذة وتختار سبلت فيو فصل الشاشة، واللي هو أمر ما معروف ويا كثير من المستخدمين، ونختار بعد ذلك تطبيق آخر مفتوح تحتاج تعمل عليه مثلا. والآن
اللي نقدر نسويه هو الضغط على الخط الأزرق الفاصل بين التطبيقين. حيكون عندك خيارين اختفت بالماضي ورجعت الآن. الأول هو عمل سواب بين الأبليكيشنز المفتوحة ويصير تبديل بين التطبيقين. أما الخيار الثاني اللي هو مثير أكثر بالضغط على الخط الأزرق الفاصل ونختار بلس أو علامة زائد، فنقدر نسوي اقتران لتطبيقين وراح يحفظ بالشاشة الجانبية. فمثلا الآن إذا كان محفوظ هذا الاقتران وطلعنا، لو كنا على الشاشة الرئيسية مباشرة باختيارنا للشاشة الجانبية نلقى تطبيق الاقتران موجود، وبمجرد اختيارنا إليه تظهر التطبيقات اللي سوينا لها اقتران وبكل سهولة. ولا تنسون بإمكانكم فعل هذا الشيء مع أي تطبيق يعجبكم، أمر جدا عملي وإنتاجي ومفيد، جربوه أكيد حتحبوه. الميزة التالية أيضا متعلقة بالسامسونج نوتس أو تطبيق الملاحظات. ندخل على سامسونج نوتس ونفتح ملاحظة مكتوبة مثلا، فمثلا بها أرقام ولينك أو رابط معين. الشيء الجديد إذا وجهنا القلم على هذا الشيء المكتوب تلاحظون مثلا على الرقم ظهرت أيقونة الاتصال، وهذه تخبرك بالأمر اللي تقدر تسوي، وهذا معناه أنه هذا هو رقم اتصال بالضغط عليه حياخذك لنافذة الاتصال. أما اللينك فيظهر أمام أيقونة الآت وبالضغط عليه حياخذك مباشرة إلى اللينك على الويب سايت. وبهذا يا أصدقائي الأعزاء تعرفون أنه قلم النوت هو مو مجرد فقط قلم للكتابة أو للرفاهية. القلم يقوم بوظائف متعددة كثيرة جداً. الوظائف المعروفة والرسمية إليه هي المتداولة طبعا بين الكثير من المستخدمين، لكن القلم يملك وظائف كثيرة ومميزات كبيرة مخفية تقدرون تتعرفون عليها بالعمل المتواصل على القلم وتجربة الأمور بأنفسكم، وبالخصوص قلم النوت 20 لأن إجا بتكنولوجيا متقدمة وبها الكثير من المميزات. وأيضا أنوه أنه هذه الحركات ممكن تطبيق بعضها على أجهزة النوت السابقة مثل النوت 9 والنوت 10 والنوت 10 بلس. كل اللي تحتاجونه هو أن تحاولون تجربة هذه المميزات على أجهزة النوت. إذن أصدقائي المتابعين كانت هذه مميزات جديدة مخفية بتحديث الواجهة الجديدة لسامسونج One UI 2.5. أتمنى تكون مفيدة لكم. لمزيد من المعلومات والشروحات والتفاصيل تأكدوا من الاشتراك بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار تواصلوا معي على حساباتي الفيسبوك والإنستغرام وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.